حياتي مرقوا علي كتار، لا ملكوا أوقاتي ولا خلوني غار، فلوا هني فلوا آخر همي الكل، تبقي وحدك انتي بعمري قد الكل، لا قبلك ولا بعدك لا مثلك مش مارق حدا، لا قبلك ولا بعدك أنا معك مشوار ابتدى، حبك حل عمري وخلى أيامي فراح، تزعل ترضى الدنيا كلها معك أنا مرتاح، لا قبلك ولا بعدك لا مثلك مش مارق حدا، لا قبلك ولا بعدك أنا معك مشوار ابتدى، شيت محيط الماضي وبكره سجلته باسمك على فكرة، وقلبي اللي ما بيعشق بفتكر عاشق أول صار، بسرعة تصيري غيرك غير الناس، فلوا هني فلوا آخر هم الكل، تبقي وحدك انتي بعمري غير الكل، لا قبلك ولا بعدك لا مثلك مش مارق حدا، لا قبلك ولا بعدك أنا معك مشوار ابتدى، حبك حل عمري وخلى أيامي فراح، تزعل ترضى الدنيا كلها معك أنا مرتاح، ولا بعدك لا مثلك مش مارق حدا، لا قبلك ولا بعدك أنا معك مشوار ابتدى، جيت محيط الماضي وبكرة سجلته باسمك على فكرة، وقلبي اللي ما بيعشق بفتكرهاش أول صار، تزعل ترضى الدنيا كلها معك أنا مرتاح، لا قبلك ولا بعدك لا مثلك مش مارق حدا، لا قبلك ولا بعدك أنا معك مشوار ابتدى، جيت محيط الماضي وبكرة سجلته باسمك على فكرة، وقلبي اللي ما بيعشق بفتكرهاش أول صار. فوتي وعي ابنك. ما انت عم بتقول انه ابني عطاك اياهم امبارح بالليل، يعني معناتها تمنن معه هيدا لص، بيكون اخدهم من بعد ما انا نمت. يلا لا فوتي وعي. ما لي قلب. ايه انا فوتي بوعي، زيحي من وجهي. الله يستر يا ربي دخيلك. بودي بودي ويلوقي بودي. ما بعرف عمي، هلا وعيته ما لقيته. ولو ابنك يا ست وردة؟ ما بعرف حبيبي، ما شفته اليوم. قام يسرقني، اخذ مفاتيح السيارة وفركها، ما هيك يا وردة؟ ما بعتقد، ما بعتقد ابدا. تذكر يمكن انت حاططهم شي محل وناسي. تنزل شوف اذا السيارة تحت، ولا يمكن يكون انا كمان ناسي وين صفي في السيارة. شو في ماما؟ شو بقول بابا؟ ما في شيء، ما في شيء، رجعي نامي. فهماني شيء أو مثل العادة؟ لا مش فهمة شيء. وعيت ما لقيت بودي هون. بيك عم بقول لأمك إنه بودي سرق له مفاتيح السيارة. هيدي أكيد عملت الماما. شو هيدا؟
نزل نزل. لك شو؟ جاي بكير اليوم. الساعة كام؟ 9:10. شو شاحطينك من البيت؟ لا. شو لك؟ هربان. ها؟ هربان. هربان؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، نزال؟ لك نزال خليني اشوف شو القصة، نزال؟ هربان من الصبح، تجي المشاكل لحالها، قوم. خش اعمل لي قهوة، أنا هنا من الساعة 5. أعمل لك قهوة بجيبها على السيارة هلا، تكرم عينك، فوت. فوت كلك مشاكل، فوت. خش 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 أنا جاي لسه بقلق. خش 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 عينا. والله خيي أنا مخجول منك، بس هيدا بودي البلا مخ سارق مفتاح سيارة وأخذها، بدي عزمك تجي توصلني. صباح النور. فتح السيارة وعطيتيهم لبودي، ما هيك ماما؟ مش ناقصتك هلا يا ميلا؟ كرمال هيك كنتوا ظاهرين امبارح من الأوضة مثل الحرامية. ليكي إذا بسمعك بتقولي الكلمة بدي أخبر بيك أي ساعة مسربة امبارح. تينا تينا يلا قومي حياتي قومي. يلا يلا. بونجور. بونجور يا أمور بونجور. في مي سخنة؟ ايه في مي سخنة. أنا ساعة الوعيد دورت الأذان. يلا بتقومي بتتروقي بترجعي تتحممي. يلا. خليني قوم أتحمم ألبس ثيابي إذا ضل معي وقت باكل. طيب مثل ما بدك. هيك يا ماما. بدي منك انك تدقي تاخدي موعد للصوره بكره، انا اليوم بقبض من الكليب. حياتي انا كثير منيحه بلا الصوره هلا. بعدين انا ضبي ايدك شوي لحتى تقدري ترجعي تمشي الدعوه. يا حبيبتي يا حبيبتي ليه بتشارعيني؟ خلص بكره بيجيني 1000 كليب، بيجيني بكره 1000 دعايه، ما تعتلي هم، اهم شيء صحتك هلا. طيب تشغلي لي بالك. طيب طيب ما تعتلي هم. يلا قومي. والله هيك لكان طلعت اختي منا هيني ابدا. ها بودي؟ نعم. اقولك عم تحضر افلام بوليسيه كثير هي؟ جاي تهزر، انا خايف على امي، ممكن ابوي يكون عامل مشكله معاها. بطل. ما تخاف، ما تعتل همك خال، أمك في وراها رجال. ليه؟ هلا أنت قلي عشو شحرقت كل هالشحرة على السيارة؟ ما ترك له إياها لبيك، كنت وبلا كل هالمشاكل، هلا بيسمع بيعمل مقصة وبيجي لعنا. عندي مشوار مع تينا. ما نزل إجرك. لك نزل. يعني أنت مشحرق على تينا؟ هيدا اللي ما بده يستعجل هالمرة؟ مش مستعجل، بس هي عندها تصوير النهاردة، فقلت أروح معاها، يمكن ألاقي حد يتبنني. والله بتضحكني ولك يا خال. يا لطيف انت احلامك شو كبيره. ما تبتديش. خلص ما تبتديش. ها خلص ما راح ابتدي. هات 100 دولار. لو كل ما حكينا كلمه بتقلي هات 100 دولار انت كمان؟ لشو بدك ال 100 دولار؟ شو انت بدك تنجو للكليب؟ ليه هو الفيديو كليب دلوقتي بيكلف 100 دولار؟ طب لشو بدك اياهم؟ راجي بدوم، انت مش شايف لابس ايه؟ مش شايفني لابس ايه؟ بلا شايفك لابس ايه؟ شو شايفني اعمى؟ امال؟ يعني على هالمعدل 100 ما بتكفيك، بدك 1000 بودي 1000. هات اللي بجيبك. انت كريم واحنا نستاهل. ما تفوت فيي تكرم كريم، احنا بنستاهل قد ايه؟ عم بمزح معك، هي 100 ما في غيرها، 1000 انا معي 1000، شو شايفني قاعد على بنك؟ عم يتنكد. يلا ماما بدك شيء انا ماشيه. مش بكير بعرف لا حبيبتي عندي مشوار صغير باي. طيب انتبهي لحالك.
خبرني ليش قاعد هون؟ ما عم بلعبوني معهم، عم بيتمسخروا علي. ليش ما قلت لي؟ جيت تقلك بس كنت نايمة، نطرتك. ما طلعت قلت لها للماما؟ قلت له بس ما قبلت توعيكي. ماما ليه ما قلتي لي انه تجي ودق علي؟ ما انت قلتي لي موعيك الا 7:30؟ ايه بس صبي كان عايزني ضروري. حبيبتي ما تعصبي، مش عارفه انه هالقد في شيء ضروري. ماما بس يدق علي تبقى قولي لي بليز، انت بتعرفي قد ايه بيعني لي هيدا الصبي. جيو تا معي. شايك؟ سفير هاي تانيا. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، كتر خيرك يا الله، كتر خيرك يا رب. عشو الحمد لله يا رب؟ لأني جيت لهون؟ لا يا حياتي لا، لأنك جاي تعملي لي كبسة والحمد لله ما لقيتي حدا عندي شي وحدة تتكي فيها. أنا ماني جاي أعمل لك كبسة تانيا. ما جاي تعملي لي كبسة؟ إيه لكن لحظة، ها؟ تفضلي. قديش بديك؟ ولا جاي أخذ مصاري توني. شو جاي تعملي لكن؟ جاي أعتذر منك. شو؟ شو؟ ما فا حياتي؟ ما فا عدي 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 ما عم بستوعب. عدي 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 لحظة لحظة. عيدي عيدي لاني انا ما سمعت مزبوط دخيلك. عيدي جايه اعتذر منك. انا ظلمتك كثير وقسيت عليك توني بالفتره الاخيره. ولك شو بيك تصبرت؟ قصدي ليش مش عم ترد علي حياتي؟ وكمان عم تقولي لي حياتي؟ ايه لأنه أنت حياتي وقلبي وحبيبي وروحي وعمري وأنا ما إلي غيرك. تونيا صحيح نحن مرقنا بظروف صعبة بس هلأ خلص أنا بعرف شو عندي وبعرف أنك بتحبني إلي وبس. فمن اليوم وبالرايح قررت أوثق فيك على العميانة. عرقت عرقت طلعت حرارتي. روقي شوي. حياتي صاير معك شيء؟ شو صاير معك؟ ماشي بس فكرت منيح ولقيت انه عم بخرب بيتي وعم بخرب زواجي على الفاضي فقررت انه حط عقلي براسي واوثق فيك. لا ما عم صدق. ولك ما عم صدق شو عم بسمع. ايه قوم اعمل لك فنجان قهوه هيك بلكي بتستوعب اكثر وبتصدق. ولك انا اللي بعمل قهوه؟ انا اطيب فنجان قهوه لا أطيب أولغا بالعالم. يا وي يا وي طولي بالك يا حول غاز. دخلي كلارا وين الماما؟ راحت تعمل صبحية على طعم سوسن. راحت تعمل صبحية كأنه ما في شيء. منيح. اللي هي شو عاملة؟ سوسو هي اللي أخذت المفاتيح من البابا. عم تتخيلي قد ايه عم بيسموا له بدنه؟ طيب ما عرفتي شو عنده خيك تفل بكير؟ لا ما عرفت. تلفني له واسأليه. لا ما بدي أزعجه. خلص هلا بس يجي هو بخبرني. هلا اذا الوحده مشغول بالها على جوزها وبدها تلفن تشوف وينه بتكون عم تزعجه؟ لا بس بودي ما بحب اني احسسه اني بغار عليه وما بوثق فيه. ايه لا هو للثقه خارج ثقه. شو قصدك؟ ولا شيء حبيبي ولا شيء. Thank you.
هاي. زيك. كيفك؟ سوري تأخرت عليك بس لأنه كان عندي روحة على البنك. مش مشكلة، طالما ما نتأخرش على التصوير. هتأخر. يلا. لا مش هنتأخر، يلا. يلا. يا لطيف يا لطيف، شو مشتاق لهيك قعدي أنا وياكي. مشتاق لهيك قعدة توني هون بالجراج، ولو إنه على القليل عزمني على الغداء، على العشاء، ولك على الترويقة إنه شو ما كان. لك تكرم عينك، ولك ما تكرم عينك يا قمري يا بعد عمري. أنت بس خلصي لي هالفنجان القهوة اللي بإيدك وروحي حضري حالك، الليلة بدنا نحتفل. بشو؟ لك كيف بشو؟ قال بتقلي بشو؟ بدنا نحتفل إنه مرتي عرفت قيمتي، بدنا نحتفل بحبنا وبزواجنا، بدنا نحتفل فيك أنت يا بوبو عيني. والله 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 بوبو عيني زر لقميصيك. بحضر لك عشاء بالبيت توني. عشاء قال؟ شو بدي بالعشاء؟ لك الليلة بدي تشتشك وبدي غنجيك. لازم كل يوم وكل ليلة تشتشني وتغنجني توني. لك طب انا بحب اعمل هيك بس انت ما عم تخليني تشت شيك. وحياتك وسام، لو ما منك كانت اولغا طلبت منك توقف. ايه تطلب اني اوقف يعني؟ عند 100 زبونه غيره. بس ما انا ما عندي غير زبوني وسام. على كل شكلها ما زبطت معك. ما دام طلبت مني وقف مراقبه يعني راح تبطل. أقول لك خليني أشوف مع مين بدي بلش بكرة أزبط شيء. روق خلص، اعتبر اليوم فرصة. بكرة على الأكيد بدي إلك تكفي معها على الأكيد. ما على الليلة، إذا ما بتحكيني وبتقلي بلش بكرة اعتبر إنه راح يصير معي زبونة جديدة. بكرة شوف أكيد راح تحكيك. هلا خبرني شو كمشت على جوزة؟ لا هلا ولا شيء. شو ولا شيء؟ امبارح دقيت لها وقلت لها إنه في شيء خطير وكبير وأكبر من الخيانة. لك ايه مزبوط، بس ما بظن انه معي حق لانه ما في دليل. حق علي انا ما كان لازم اقول لها شيء ابدا. منيح اللي قلت لها، اصلا حسسها انك عم تفيدها شوي. بس خبرني الي شو القصه، بدي اعرف. لك اختي، في كثير بنات بيجوا لعنده على الجراج، وهنيك مره تلقطت بوحده، طلعت جاي كرمال موضوع خاص مش تصلح السياره. شو يعني؟ ما بعرف شو يعني اني، بس حسب ما انا مارق علي وحسب ما انا بعرف بظن انه هالزلمه مشغل شبكة دعارة عنده بالجراج. دغري شهرنا دغري؟ ايه شو بكره رح تغيبي عن الوعي روقي؟ قلنا لك فكرة ومرقت، بس يمكن يكون غلطان. بركي ما طلعت غلطان. ما قلت لك ما في دليل، يعني معقول كثير يكون غلطان. وإذا ما في دليل مش يعني إنك غلطان، بركي مزبوط. أني اوعى تجيبي سيرة قدام أولغا، ما بتفتحي تمك بولا كلمة، أنا ما بحكي معلومة غلط إذا ما كنت مأكد منها. أنا عم تسمعي شو عم قلك؟ ما بدي تفتح تمك بولا كلمة أو تلمحينا بولا شيء، وإلا نسي أمر الكوميسيون. إيه إيه إيه. شو الشباب؟ وينو بودي؟ مين بيعرف عنه شيء؟ ليش ما عم تردوا؟ بودي ما اجى اليوم، ما عم يرد على تليفونه، وينو؟ ما بنعرف استاذ، انه انا من علي لا حكيته ولا لا شفته اليوم. انت اقرب واحد له بالمحل وما بتعرف عنه شيء، يعني البقيه كلهم ما بيعرفوا شيء. طيب الحقني يا عمد. منيحة، أكيد ما حدا اشتلق عشي. والله يا جاد هيدا بودي، لا خرج يكون مدير ولا خرج شغل من الأساس. أستاذ خليل، أنا لو بتهمني مصلحة المطعم ما كنت حكيت وفسات عن صاحبي. وأنا شايفها ومقدرة، لو ما أنت خبرتني عن كل اللي عم بيصير بالمطعم أنا كنت لهلأ ما عم بجي على المطعم ومفكر أني تارك المطعم بإيدين أمينة.
استاذ خليل بودي منه قد لهالمسؤوليه. بس غريب، من سنه او اكثر شوي كان غير هيك كليا، كان شايل الشغل كله، هو اللي خلاني اوثق فيه وسلمه كل شيء. استاذ خليل انت قلتها من سنه، يعني قبل ما يتجوز. طيب طيب جد، على كل حال الوضع ما في ضل هيك، وانا ما في ضلني اجي كل يوم يومك يومك. انا بحاجه ارجع امن على المطعم حتى لو ما انا كنت هون، وللصراحه انت الشخص الوحيد اللي بوثق فيه هلا. وانا رح كون قد استاذ وما رح خيب لك املك، ورح كون قد المسؤوليه. لكن اعتبر من هاللحظه انت المدير الجديد. يلا شباب اسرع شوي، الاضاءه جاهزه هونيك. يا تينا بدي اعزمك توقفي لي شوي هونيك، بدي ظبط اضاءه ليليه عليك. قربي بس على بعد النص شوي. اوكي يا خليني. انا اسف لو سمحت، حضرتك المخرج؟ ايه نعم. انا مش قاصد ازعجك ولا اخد من وقتك، بس عندي سؤال لو سمحت. خلصنا خيي، عنا شغل، تفضل. لو واحد عايز يعمل أغنية وفيديو كليب بيبتدي منين؟ أول شيء بدك تبلش ب50,000 دولار. معك يهون؟ آه، بس في مواهب كتير بيلاقوا حد يتبناهم. خيي قلت لك أنا المخرج ماني مدير أعمال. طيب لو سمعت سؤال. شباب يلا ستاند باي. دينا شو بك معصب حياتي؟ زبونات اللقطة حياتي، بيفكسوا البيعة 20 دولار. شو بك أنت؟ شو جابك بالوقت؟ في خبرية سمعتها بس مش قادرة أخبرها لحدا. إيه؟ بس كمان مش قادرة أتركها ببطني، بدي أحكي. إيه طب أحكيه، بقية لهالبحصة. عن مين الخبرية؟ عن جارنا طوني. شو بيه؟ كات شباب كات. شو زهقت؟ لا ما زهقتش، حبيت اللوك. عن جد حبيت شعري هيك بلا غرة؟ كل حاجة بتعمليها بتبقى حلوة عليكي. ميرسي. بتعرف شو قصة الكليب؟ قصة الكليب بيكون إنه الفنان أنا بحبه كتير بس عم بتكبر يعني، وبعدين بس شوفه مع حدا تاني هيك بصير غار. وفين بقى الأستاذ الفنان؟ المطرب اخر واحد بيجي، نحن هلا اول شيء بنصور كل اللقطات بلاه وهو بالاخر. او جد؟ يا بخته. بودي حبيبي اذا حسيت حالك زهقت او هيك بدك تفل خلص روح، انا بدبر حالي بالرجعه. انا مش زهقان والله، لا انا مبسوط. طيب اوكي. عم بيعيطوا لي رح روح انا، ايه هلا برجع بشوفك. طيب انا هتفرج عليكي من هنا. شهلنا كثير. ما بهمني، ما بدي تاخير، دولار واحد ما رح زيد. خيي ما في تأخير، ما تعطى الهم، رح نخلص على الوقت. عظيم، وبتحكيني قبل بساعة لحتى دق لهم يوصلوا لهون. أصلا ما بدنا ساعة، 5 دقايق رح نكون جاهزين فيك تايتل. يلا. تينا. مرحبا. أهلا. حضرتك مدير أعمال الفنانين؟ إيه هيك بيقولوا. نعم. أنت شو بتشتغل معنا؟ أنا جاي مع تينا. جاي تتفرج يعني؟ يعني نوعا ما، وجاي اشوف لو حضرتك مهتم بمواهب جديده. بلبنان المواهب الجديده على قفا مين يشيل، كل واحد صار يرندح كلمتين فكر حاله موهوب. ليك خليك عم تتفرج عن بعيد، اوعى تاخرنا. يلا ستاند باي شباب. يا حلو ما فيك تقعد هون، روح وقف هونيك. جاهزين؟ يلا 3 2 1 اكشن.
حياتي مرقوا علي كتار، لا ملكوا أوقاتي ولا خلوني غار، فلوا هني فلوا آخر همي الكل، تبقي وحدك انتي بعمري قد الكل، لا قبلك ولا بعدك لا مثلك مش مارق حدا، لا قبلك ولا بعدك أنا معك مشوار ابتدى، حبك حل عمري وخلى أيامي بفراح، تزعل ترضى الدنيا كلها معك أنا مرتاح، لا قبلك ولا بعدك لا مثلك مش مارق حدا، لا قبلك ولا بعدك أنا معك مشوار. كات شباب، شو حبيت؟ مش بس حبيت، ده حبيت جدا. شفتني كيف جقورتها من فوق لتحت تلقمت عليها؟ خوفتيني انا من هنا كمان. بعد عندي لقطاتي بس مع المطرب وبخلص. على فكرة أنا كل مرة حيكون عندك تصوير أنا جاي معاكي، حتى لو أنت قلتي لا أنا جاي. اوف، هالقد حبيت عن جد؟ جدا. ما زهقت؟ خالص. اوكي. عامل لك ريتوش؟ بتعرف الرتوش كمان؟ بس مش عارف أني بويا بحطها عليك. لا ما بعرف أي وحدة حطت لي. لك كبر عالك لك يا عمي. أنت ليه عم تضحك هلا ربيع؟ كيف ليه عم تضحك؟ هيدا زلمة ما بيطلع من قبره هيك. على شبك الدعارة قال. يا حرام الشوم. يعني القصة غلط ما هيك؟ ولك أكيد غلط. هيدا زلمة معطر ونحن عم نستفيد من شك مرته منه، بس مش معناتها نعيشها. يعني انت مؤكد انه 100% القصة مستحيلة؟ لك مؤكد 1000%، بس مش معناتها مستفيدة منها. شو قصدك؟ قصدي اذا حسيتي انه أولجا بدها توقف شغل مع وسام بتطجيها الخبرية وبتجربي تجرجري فيها قد ما فيكي تنستفيد اطول وقت ممكن. لا لا ان شاء الله ما نوصل لهون، انا ما بدي احمل ضميري هالقد. حبيبي مش مهم تحمليه ولا ما تحمليه ضميرك، مهم نحمل الجايبه. على كل حال اولجا عم تجرب شيء جديد، بدها تعطي الثقه لطوني وتريحه هيك، اذا في شيء دغري ببين. كيف ربيع؟ حبيبي وجود. تمام مثل الخط. ايه حبيبي قهوه. ماشي، وين رايح؟ ما بدك تشارجو؟ لا لا صاحبي بشارجو. الله يستر الله يستر، ان شاء الله ما يكون صاير معه شيء. اول مره بيتاخر هالقد. طولي بالك مرت عمي، روقي. كيف بدي روق وصارت الساعه 9؟ مسواج تلفني له ميلا بركي بيرد عليك. لمين؟ شو في؟ شو بكون؟ لبيك، صرنا متلفنين له شي 20 مرة ما عم بيرد ولهلا ما اجا. إذا بتخافي عليها القدسة وردة ما كده بتفشي خليك فيه. هلا بلا كترة حكي تلفني له تنشوف بركي بيرد عليكي. ما عم بيرد علي كمان. طب بركي ننسى سيريلارو بالشغل. أي شغل أنت التاني؟ عمك بيخلص شغله الساعة 5، انكترت 5:30. يعني إذا بده يكون ناسي تليفونه بالشغل ورجع جابه المفروض يكون وصل هلا. ماما ليه عم تفش خلقك فيها؟ لأنه بالمرة ما بتشغل راسها. ماما هذه اللي بنظرك ما بتعرف تشغل راسها، خلصت ابنك من مصيبة قد راسه فاحترميها شوي. مصيبة؟ مصيبة شو؟ ما بعرف مصيبة شو، خليني دق لعمه بركي بيعرف شي عن بابا. أولجا حياتي؟ قد ايه حلو تكون حياتنا هيك كل يوم. كتير حلو. بدي اياكي بس تعرفي قديش انتي ظلمتيني. لك أنا بحبك كتير، بس بدي تعرفي قيمتي بس. أنا بعرف قيمتك حياتي. يمكن أنا مرقت بظروف صعبة وأنت لازم تعذرني. أنت أكتر واحد تاني بيعرف أنا بشو مرقت
وانت بتعرف السبب. ايه لك يا اولجا، يا اولجا صرت قايل لك 100 مره انه انت اغلى من اي شيء بهالدنيا عندي، ولك انت اهم بكتير من انه يصير عندي ولد وحياه عيونك. بس نحن قبل ما نتجوز كنت دائما تقول لي انه حلمك تصير بي. طيب ايه كمان، وكنت اقول لك انه بحلم انه اربح اللوتو وما ربحتها، هيان زعلت شيء؟ هيدي غير شيء. لا مش غير شيء اولجا، الانسان بيحلم باشياء كتير بحياته، بس المهم يكون هو عارف شو اهم شيء بده اياه بهالدنيا. انت حياتي وقلبي وعمري، انت اهم شيء بالنسبه لإلي. لك انت اجمل حلم، اجمل حلم حققته بحياتي صدقيني. بس انا بضلني خايفه، بضل خايفه توني. لك من شو خايفه؟ من شو بتخافي؟ بخاف تتعب، بخاف تزهق، بخاف يرجع يعودك الحلم وتقرر تتركني وتتجوز غيري. يمكن وحدة تقدر تجيب لك ولاد توني. هالشي مستحيل يصير، طمني بالي. وإذا صار؟ لك ما بيصير. إذا صار أنا بصير على الطريق. أنا ما عندي غير خالتي، وخالتي مستحيل تقعدنا عندها. لك أنتي أولجا وين راح تفكيرك هلا؟ ليه عم يروح هالقد لبعيد؟ عم بقلك هالشي مستحيل يصير، يعني مستحيل يصير. بس أنا ما في طمن بالي إذا ما كان عندي ضمانات. ضمانات؟ ضمانات شو يعني؟ إنه حيلا شي ما بعرف. أنا ما في شي باسمي، وأنا ولد ما قدرت جيب لك. يعني أنت متحكم بكل شي، يعني أنت ساعت اللي بدك بأي لحظة بأي ساعة هيك بيطلع عبالك تتركني بصير أنا على الطريق، يعني بلا ولا شي. عم تفهم علي توني؟ لا ما عم بفهم عليك أولجا، أنت فهمي علي، أنا ما بطلع منك. بس أنا مني مرتاح، طول ما أنا مصير معلق فيك أنا عم ضل خايفة. لك من شو بدك تخافي؟ من شو؟ ماما وينك؟ جوعانة كتير. شو السهرة عمرانة؟ بونسوار. غير تخمين هذا أبو شي في شي؟ تينا حبيبتي الجيران جايين يحكوا معك. معي أنا؟ عن شو؟ عن شو ستينا؟ عن الأولاد، منك هلكتيهم، رعبتيهم، مش عم يقدروا يناموا من الفزع. شوفي رالف المعتر يا حرام، كيف ما بيبرم بيتنقز. تينا مزبوط هيك عم تحكي مع الولاد؟ لو حضرتك وحضرتك يا مدام تتعذبوا وبتربوا ولادكم منيح بدل ما تتعذبوا وتجوا لعنا لهون، شو بيكون أحسن؟ منكون كلنا مبسوطين. يعني شو قصدك حبيبتي؟ إنه نحنا ما بنعرف نربي؟ لا لا مش هيك قصدها تينا، تينا هيك بيحكم لعنا؟ ماما لأنه هيدي الحقيقة، ولادهم ولا أجلق من هيك ولاد، أنا صرت شايفتهم كذا مرة بالحي، ما بدهم يلعبوا تجيو معهم. ما جيو أصغر منهم بالعمر، طبيعي ما يحبوا يلعبوا معه. لا يا مدام مش طبيعي، لأنه أنتو لازم تفهموا ولادكن أنه جيو أصغر واحد بالحي، وما في بالحي حدا من عمره. مع مين بيلعب مثلاً؟ وحضرتك ما عرفت تفهميهم إلا بالوحوش والصراصير والعقارب. والله يا حبيبتي أنا مش أمهم، مش شغلتي فهمهم أنا، هو شغلتكن أنتو يا ستات يا حلوين. طيب أنا رح أستأذن، كتير انبسطت بشوفتكن كتير. تينا ماما هيك بيحكم على اولاد الصغار؟ هيك بيحكم مع الجيران؟ صرت حكيتهم ألف مرة بالمنيح وهن ما عم يفهموا، رح يعقدوا لي إياه للصبي. لك يا تينا يروح يقول لأمه، أنت مالك داخلة بلا مشاكل مع العالم. أمه، ليش أمه بتعرف تتصرف؟ رح تطلعه معقد، أحسن شي بيو، بيو ما أنت مالك داخلة، منو ابنك. يا تقبريني يا أمي، أنا حاسي بوجعك وبعرف شو حاسي انت، بس الحل منو انت تدخلي بولاد العالم وتعملي مشاكل مع اهاليهم. اوكي اوكي تينا، ماما وعديني ما بقى تحكي هالحكي مع الولاد، ما بقى تخوفيهم. خلص اوكي، ما رح اتعاطى معهم بقى. ارتحتي؟
يا تصبريني يا امي، بقوم احضر لك العشاء. لا ما بدي اتعشى، لي نفس. لك يا حياتي، قلنا ساعة عم نحكي وبعدنا بزيت الموضوع، منلف ومندور ومنرجع لنفس الموضوع. الله يوفقك من الآخر، شو بدك؟ قلي لي من الآخر، ارتاحي وريحيني. ما بعرف. طيب ليه هيك ما بتحط لي شي مبلغ مرتب بالبنك باسمي مثلا؟ ايه معلوم، لأنه أنا نايم على مليون دولار وماني عارف شو حالي، شو بدي أعمل فيهم هيك؟ لك شو قاعد على بنك أنا؟ طيب فيك تكتب لي الشقة باسمي؟ شقة؟ أي شقة؟ شقتنا توني. أي شقة قولك؟ ليش ما يكون عندك 4-5 شقق مثلا؟ ايه وهياكي أنت قلتيها، شقة ما في غيرها. ايه؟ ايه؟ شو ايه؟ هيدا جان عمري يا أولجا، حتى محلي منه ملك، هيك بجي بكتب لك إياها على باب المستريح. ما هلأ كنا أنا وياك مش قاسمين. ايه مش قاسمين؟ ما أنت حضرتك بتفوتيني على البيت ساعة اللي بدك وبتشحطيني منه ساعة اللي بدك. لك عم تنايميني صار لك يومين بالمطبخ، شو بدك أكثر من هيك لتتأكدي إنه مش قاسمين والقرارات كلها بإيدك؟ ظاهرياً توني كل القرارات بإيدي، بس على أرض الواقع لا، القرارات كلها بإيدك أنت. ليكي أولجا، هيدا الموال بتشيليه من راسك نهائياً، أنت مرتي على راسي وعيني، أنا ما عم بقول شيء، وإذا لا سمح الله 100 مرة صار اللي فكرك وطلقنا، أنا بوعدك وعد قاطع إنه أنا بترك لك البيت وبفل، منيح هيك؟ إيه ما زال هيك، ليه ما بتكتب لي الشقة باسمي؟ ما هيك هيك إذا طلقنا رح تترك لي إياها وتفل. يا الله يا أولجا، يا الله على هالحديث. ولك يا عمي إذا بدك سجل لك إياها باسمك بدي أرجع أدفع قومي كبيري هالقد هبوصة، شو الله جابرني أنا؟ أنا عم بعطيكي كلمتي وأنا قد كلمتي، وكلمتي أهم من سند الملكية، شو بدك بعد؟ ماشي، طلب الحساب لنمشي. طولي بالك دغري بتهبي وبتقومش، ما بدك تاكلي حلو؟ لا خلص، بزيادة تخبيص لليوم، بكرة بنصح وبتقلي بطلتي عجبتيني. وأنا اللي كنت مفكر إنه خلصنا منها كلها لصاص. ماتر، جيب لنا الحساب الله يرضى عليك. جن علينا كلنا، ما ترك كلمة ما قاله، وأكتر شي أكلتها أمك. أنا اللي غلطان، كانش المفروض أخد العربية النحس دي. حبيبو، أنت ليه كنت عايز السيارة هالقد؟ هو قال إيه لماما بالظبط؟ شو ما قالها؟ بودي، خلص عشاك والحاني على الصالون، عايزك. مرقوا علي كتار، لا ملكوا أوقاتي ولا خلوني غار، يفلوا هني يفلوا آخر همي الكل، تبقي وحدك انتي بعمري قد الكل. لا قبلك ولا بعدك، لا مثلك مش مارق حدا، لا قبلك ولا بعدك أنا معك مشوار ابتدى، حبك حل عمري وخلى أيامي فراح، تزعل ترضى الدنيا كلها معك أنا مرتاح. لا قبلك ولا بعدك، لا مثلك مش مارق حدا، لا قبلك ولا بعدك أنا معك مشوار ابتدى. شيت محيط الماضي وبكرة سجلته باسمك على فكرة، وقلبي اللي ما بيعشق نفتكر عاشق أول صار. بسرعة تصيري غيرك غير الناس،
فلوا هني فلوا اخر هم الكل تبقي وحدك انتي بعمري غير الكل لا قبلك ولا بعدك لا مثلك مش مال حدا لا قبلك ولا بعدك انا معك مشوار تدا حبك حل عمري وخلى ايام فراح تزعل ترضى الدنيا كلها معك انا مرتاح لا قبلك ولا بعدك لا مثلك مش مال حدا لا قبلك ولا بعدك انا معك مشوار تدا جيت محيت الماضي وبكره سجلته باسمك على فكره وقلبي اللي ما بيعشق تفتكراش اول صار زعل ترضى الدنيا كلها معك انا مرتاح لا قبلك ولا بعدك لا مثلك مش مارق حدا لا قبلك ولا بعدك انا معك مشوار ابتدى جيت محيت الماضي وبكره سجلته باسمك على فكره وقلبي اللي ما بيعشق تفتكراش اول صار